والله ما سمعت. اسمح لي تفضل اعطيني شي تصريح على المباراة. الماتش كان مزير، الماتش كان مزير، واخا هكاك كنا قادين نربحوا الماتش، ولكن مع الفرق ديال هذا المستوى غلطة صغيرة كاين. المباراة كانت كاملة انتم قصيرين، كنت تقدموا بجميع الأشواط ديال الجولات باستثناء الربع الأخير. شنو وقع؟ هناك أخطاء فردية، هناك شنو ولا عدم التركيز في المباراة في الوقت الحاسم. حيت مع هاد الفرقي في هاد النيفو هذا إلا عملتي غير غلطة صغيرة ما كيزقلوكش، تجلي كرة كيماركيو عليك، دير واحد موفي شوا كيماركيو عليك، ما ترجعش ديفونس كيعاقبوك في أي غلطة واخا صغيرة اللي عملتي. نعم، والمساندة اللي لقيتوها من الجمهور، يعني كنت تسجل كلمة الجمهور. الجمهور تبارك الله عليه وكنشكروه بزاف، ولكن زعما دوماج الماتش كان ديالنا صراحة، كنا قادين نديوه ولكن